حياكم الله. بعد إثبات أدلة الفساد على رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد قنبش جراء ارتكابه ما يخالف واجبات الوظيفية والتسبب في إضرار في المال العام، تم إصدار حكم الحبس الشديد بحقه، لكن ما لم يكن في الحسبان أن المتهم تم تهريبه يوم أمس من حبسه وما زالت الإجراءات التحقيقية مع الأسباب وراء تنفيذ هاي العملية، عملية التهريب، بعد ما اتجهت المؤشرات إلى تزامن زيارة النائب أسماء قنبش إلى المركز مع حادثة التهريب بعد ساعات، بالوقت اللي وجه وزير الداخلية بمتابعة المتهم عن طريق تشكيل لجنة تحقيقية لاتخاذ الخطوات القانونية. أما المراقبون فيحذرون من خطورة هذه المواقف لئلا تتكرر في مثلها في مقبل الأيام. أما في ملفنا الثاني من حصاد هاي الليلة مشاهدي الأحبة، فبغية تفويت الفرصة على عصابات داعش الإرهابية في الخاصرة الشمالية للعاصمة بغداد، انطلقت عمليات استباقية لتجريد التنظيم من الإمداد ومواطئ الأقدام. فخلال يومين من العمليات حققت القوى الأمنية نتائج رفعت من مؤشرات الأمن هناك رغم صعوبة التضاريس والضغوط. هذه الجهود في المنطقة الحيوية تجري وفق معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت فيها القوى السياسية الماسكة من إنفاذ القدرة اللي يتمتع بها هذا التنظيم، وما كان يسبب من تهديد أمني وسحب البساط من مباغتة للمواطنين العزل. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها خلال حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاءوا ويانا ومتابعتنا. تنفيذ عمليات التهريب لكبار الفاسدين اللي يتم بتعاون وتعاضد جهات مسؤولة في الدولة بشكل خطر أو يشكل خطرا على مفاصلها من جانب، ومن جانب آخر تعد محاولة للإخلال بالأمن في حكومة الخدمات، بالتالي عدم الثقة بخطواتها تجاه مكافحة الفساد وضعاف جهدها. خلونا هذه التفاصيل نناقشها في محورنا الأول من حصاد الأيام، ولكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. اتخذ الليلة جمالا رئيس ديوان الوقف السني الأسبق الذي حكم عليه بالحبس الشديد لأربعة أعوام بعدما أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها وفق المادة 331، لم يقضي من مدة الحبس سوى أقل من الشهر الواحد، ليهرب ليلا في ظروف غامضة والمؤشرات تنبئ بتواطؤ من قبل جهات متنفذة في السلطة، حيث أشارت المصادر إلى وجود تعاون قوى سياسية بتنفيذ عملية التهريب تمثلت بزيارة النائبة أسماء حميد قنبش إلى مركز الشرطة ليلا، وبعدها بساعات نفذت العملية. أما اختلال الأمن في العاصمة فهو مؤشر خطير يهدد المنظومة الأمنية تستدعي الضرورة إلى تشديد المحاسبة والرقابة، فهروب قنبش يعده الخبراء خرق أمني خطير أصدر على إثره قاضي التحقيق أمرا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف. فهذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها حيث تكررت في السنوات الماضية مرارا، وهذا ما يثير القلق لدى المراقبين، فهي ستكون الجذوة الأولى وانطلاق الشرارة التي منها تبدأ حملات اجتثاث الفاسدين في مراكز الشرطة. ويرى المتابعون أن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق هي محاولة لإحراج حكومة الخدمات أمام الرأي العام وإضعافها بعدما تقدمت كثيرا بتنفيذ البرنامج الحكومي لوضع العصا في عجلة سيرها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حسين الكناني المحلل السياسي ضيفنا الكريم في الأستوديو،
وكذلك أرحب بضيفي الكريم الدكتور زياد العرار الخبير الاستراتيجي البحث في الشأن السياسي والاستراتيجي. حياكم الله ضيوفا الكرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ حسين، لما نتحدث عن التهريب اللي تم بعد ساعات من زيارة النائب أسماء قنبش إلى مركز الشرطة، شرطة كرادة مريم، هاي المعطيات ترفع مؤشرات التدخل السياسي في هذه العملية. العملية داخل بها قضاء، القضاء هيئة مستقلة، الطرف السياسي مجلس النواب يتدخل، وما أعرف أكو تركيبة معقدة في هذه العملية. شلون يعني تجزئ لنا هذه المفردات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. لا ريب أن هنالك الكثير من المعطيات تشير على أن هنالك جهة سياسية متورطة في عملية تهريب المدام، وأيضا يعني شخصية بهذا المستوى والأجواء التي تحيط بهذه الشخصية وحجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبله، كل هذا تقوي أن هنالك بعض الجهات المتنفذة وبعض المتنفذين سوف تكون عن عمليات التهريب بخصوصه تكون واردة إلى حد كبير. وبالفعل استطاعت الجهات السياسية مع وجود قرينة أيضا قوية، باعتبار أن هنالك إحدى النائبات زارت وهي شقيقة المدان بساعات قليلة، ومن ثم كان على أثرها تهريب المدان من خارج السجن. طبعا الرسائل التي ممكن الاستفادة من هذه العملية، يعني بعضها يتعلق بالقوات الأمنية، يعني قوات الشرطة بالتحديد، المسؤولية تقع على الكثير من هؤلاء الضباط اللي موجودين، وأيضا على أثرها تم توقيف بعض يعني هؤلاء الضباط، ولكن أعتقد سوف تكون هنالك مرحلة أخرى سوف يتم إطلاق صراحة هؤلاء الضباط، لأنه كما ذكرنا هنالك جهة متنفذة قد تكون هي من تدير المشهد عمليات التهريب والأثار المترتبة على هذه العملية. أيضا مسألة تحميل وزير الداخلية المسؤولية من خلال إثارة بعض القضايا أيضا قد تكون نوع من أنواع الضغط على الحكومة. الحكومة الآن منشغلة بعمليات كما ذكرتم في التقرير، هي الآن يعني ناظرة وتصب يعني ومنصب جهودها على تقديم الخدمات لإرسال رسائل التطمين وترميم الثقة المهدومة بين الحكومة والمواطن، باعتبار أنه كانت هنالك فترات سابقة فقدت الثقة بشكل كبير بين المسؤول والمواطن. هذه العملية قد أيضا تعيد حالة الشك وحالة اتهام الأجهزة الأمنية بالفساد، وأيضا أنا لا أبرئ الأجهزة الأمنية خصوصا الشرطة، يعني قصدي بهذا الكلام أنه بعض الضباط قطعا سوف يكون متورطون بهذه العملية من خلال الرشا ومن خلال التواطؤ مع عملية يعني مع النواب التي تقف جهة سياسية خلف تهريبة. الجهة السياسية المعروفة أيضا والراعية لهذا المدان أيضا هنالك ضغوط عليها، ووضع الوضع السياسي لهذه الشخصيات خصوصا في المناطق الغربية غير مستقر بالمرة، خصوصا وأنه أكثر من مرة هذا منصب الوقف يعني رئاسة الوقف السني كل رئاساتها تقريبا تمت إدانتهم إما بالإرهاب وإما بالفساد، وبالتالي يعني من يتحمل مسؤولية هذه المشكلة هي الجهة الراعية لهذا المنصب، وخصوصا من باب المخاصصة كما ذكرنا والتقسيم على أساس طائفي، تتحمل الجهات السياسية في هذه المنطقة المسؤولية الكاملة على تقديم نماذج سيئة، وبالتالي تكون الآثار والفساد ويعني الآثار السلبية الكثيرة سواء على الرؤية العامة والعلاقة بين المواطن والحكومة والمسؤول، وأيضا تكرار هذه حالة متكررة ومستمرة، ولا أعتقد أنها الأولى ولا الأخيرة. سوف نشهد في الفترات السابقة أيضا عمليات تهريب للمدانين، وأيضا نلاحظ تورط بعض الأجهزة الأمنية بعمليات هذه يعني بعمليات فساد، بالإضافة للمسؤولين ما زالوا يصرون على نفس يقدمون حماية ويتبنون يعني ويوفرون غطاء قانونيا أو غطاء شرعيا من خلال دعم بعض الشخصيات السيئة، مع العلم أن هنالك إدانة واضحة، لكن نلاحظ عدم يعني عدم تسليمهم أو عدم
يعني اعطائهم بشكل واضح وتسليم والتبرئ من افعالهم السيئه. نعم. السياسه لما تدخل الدكتور زياد في هذا المجال ويتدخل الفساد اللي كان ولا زال مستشري رغم محاولات الحكومه الجديه في ايقاف هذا الفساد، هذا يعيد لنا للاذهان الاليات الفاسده اللي كانت متبعه ولا زالت اثارها وضلالها السلبيه لا زالت مستمره في ايقاف المسؤولين العراقيين. يعني مركز الشرطه تحسب فندق 5 نجوم وبالتالي انه تصير صفقات ونائبه تجي وتبيع وتشتري وبعد ساعات وكو سيارتين تنتظر واللوائح يا رسول اوضح العمليه برمتها. يعني شكرا، تحيه لحضرتك استاذ احمد ولضيفك الكريم وللمتابعين. الحقيقه هذا يعني ملف يذهب بنا مباشره الى ملف الفساد السياسي والسطوة السياسية والتدخل السياسي في المشهد الأمني والتنفيذي، وبالتالي هو يعني مشهد مألوف في العراق يعني منذ حوالي 20 عام، تدخل في كل شيء وتداخل وتشابك في الملفات والسلطات. يجب أن يتم وضع حد لهذا الاشتباك حتى يتحمل المسؤولية الطرف الذي يقع عليه التقصير. ما يتعلق بقضية المدان وليس المتهم، المدان المحكوم سعد قنبش، ممكن أن نأخذها ببساطة وبعد ذلك نذهب إلى التعقيد. البساطة هو أنه مدان محكوم هرب. بالتأكيد الداخلية اتخذت إجراءات صحيحة وسريعة بأنه فتحت تحقيق مع ضابط الخفر، مع ضابط المركز، مع مدير القسم، مع كل المعنيين في الواجب بتلك الساعة التي هرب بها، وشكلت فريق عمل للبحث والتحري والتعقب المجرم المدان للقبض عليه وإعادته إلى السجن. السؤال الأهم والأبرز هو لماذا يتواجد سعد قنبش في مركز شرطة الصالحية؟ هذا هو السؤال. يعني محكوم هي هنا القضية، صدور قرار المركزي. نعم، السجن المركزي ومدان ويسفر المدان عن طريق التسليم، تم إيداعه في سجون داخلية وما تم تحويله للسجون المركزية. يعني يفترض أن يرحل المدان العراقي في وزارة العدل و يودع هناك. يعني هل هذا الموضوع تخلي جوا خط بأنه أكو سبق إصرار وترصد لعملية التهريب؟ لا، هذا ليس يعني لغرض التهريب، هو هذا يعني الفساد السياسي اللي بيضرب بالمشهد العام. يعني التأثيرات السياسية على كثير من القيادات، على كثير من المسؤولين السياسيين التنفيذيين، بأنه فلان يبقى بالمركز، فلان يبقى بفلان. هذا واجب من؟ واجب فلان مجلس القضاء، هذا التدخل. وزارة العدل هي جهة تنفيذية. سامح، أنت قبل ما تذهب إلى واجب من يضع الإجراءات، يذهب إلى الحالة أول مرة، وهذه حالة موجودة. فبوجود هذه الحالة يجب أن يتم فصل السلطات. المدان يجب أن يتم ترحيله إلى وزارة، إلى السجن، حتى يذهب ويصير تحت إشراف العدل وتحت رقابة إدارة السجون وتحسم هذه المواضيع. التأثير السياسي يبقي بعض المتهمين، وهذه ليست بحالة جديدة، هذه حالة معتادة، سبق وأن هرب كثير من المتهمين وكثير من المدانين، وحصلت عندنا هروبات في سجون لمجرمين خطرين، سواء بادوش، أبو غريب، بادوش أكثر من مرة، مناطق أخرى. المهم نتحدث الآن عن الحالة اللي حصلت. يجب أن لا نذهب نستبق التحقيق. التحقيق يقول لحد هذه اللحظة بأن هناك مدان هرب. ما ممكن أن نأتي ونحول هذه العملية، عملية الهروب، إلى ملف سياسي حتى نستهدف به أطراف معينة أو حتى نستهدف به جهة سياسية معينة. في عملية التحويل، تحويل هذه القضية إلى ملف استهداف سياسي لطرف معين أو اسم معين أو شخص معين، يعني إحنا نوقع بالخطأ مرة ثانية. ما هو الإشكالية؟ هو إشكالية التدخل السياسي. ليش ما وزارة الداخلية حسمت موضوعها ورحلتها؟ ليش ما العدل حسمت موضوعها؟ ما هو تأثير سياسي موجود. يجب ان لا نتحدث عن حاله هذه الهروب بانه هي تمثل وزاره الداخليه. استاذ حسين الكناني يقول يعني وزاره الداخليه ما متهمه، هي ما لها اي علاقه بالموضوع. ما لها علاقه وزاره الداخليه، اكو خطا وتقصير من مركز شرطه وضابط مركز وضابط خفر واشخاص معينين يتحملون المسؤوليه القانونيه على ابقاء هذا المدان في المركز ومن ثم هروبه. بعدين قضيه هروبه، انه نذهب الى انه ما هو هروب لو تهريب دكتور زياد؟ هي شقيقته. هروب لو تهريب هو. هو 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 مسؤول تنفيذي في المشهد، كان رئيس الوقف السني، له علاقات وقوه وقدره مع كل الاطراف السياسيه. لا تقول لي عنده علاقه مع طرف سني وعنده او علاقه مع طرف شيعي، لا، هو عنده علاقات مع كل الاطراف وحكم بالفساد.
اجتي اخت الزورة، يعني هو بالسجن مال الصالحية وهي بساقنا بالمنطقة الخضراء او بالقادسية، وهو موجود وجت زارته بالصيام وراحت، يعني نقعد نقول احنا هي اللي هربته؟ لا، هناك تحقيق تقوم به وزارة الداخلية، يجب ان ننتظر التحقيق حتى تكون القضية مهنية، وان لا نقع في الخطأ الذي وقعت فيه القوى السياسية او بعض القيادات السياسية بالتدخل الدائم في الملف الامني، في الملف التنفيذي، في فرض الإيرادات. نريد نخرج من هذه الأجواء، نريد نذهب إلى يعني مرحلة تطبيق القانون. القانون عندما يطبق يضمن السلامة للجميع، ويجب أن يطبق القانون في عملية القبض على مو على القانون وين نطبقه؟ الله يخليك دكتور زياد، نطبقه على المتهم والمدان، لو نطبقه على اللي من يعني يراقب الحراس؟ يطبق على الجميع، يطبق على المتهم مو مطبقين القانون، ما يطبقون القانون المدان. سادة أحمد، يطبق على الهارب المدان ويتم القبض عليه، يطبق على من تسبب ببقاء في المركز، يطبق على المعنيين بأسباب هروبه والتقصير، هم المعنيين بتطبيق القانون، ما يطبق على المشتركين. إذا وجد مشتركين في عملية تهريب يجب أن يطبق عليهم، لكن يجب أن نبقى بالصياغ أو بالإطار اللي هو ما زال بالتحقيق، حتى ما نذهب إلى الأبعد وندخل في إشكالية جديدة. وهو المشهد ما يحتاج يعني إشكاليات، ما شاء الله القوى السياسية يومية مشكلة جديدة ويومية ملف جديد. طيب أنا أقصد من هذا في عجالة، لا ندخل وزارة الداخلية ولا ندخل الإجراءات الإدارية أو الحكومة كطرف في هذا الموضوع، ولا نتهم أحد لحين انتهاء التحقيق. ما نتهم أحد أستاذ حسين، ولكن أكو زمباردو هذا عنده نظرية يقول أكو صندوق التفاح الفاسد اللي وحدة تخلي الثاني تفسد، بالتالي انه يعني من يراقب الحراس؟ يتساءل في نهاية نظريته، من يراقب الحراس لما هم مطبقي القانون يراد لهم واحد يطبق عليهم القانون؟ بالتالي هنا أنا ايضا شلون يمكن انه نقيم الاجراءات اللي تلت عملية الهروب او التهريب، يعني هل هي فعل ورد فعل؟ الواضح انه نحن امام مشهد متكرر من عمليات تهريب السجناء او المدانين. الجهات التي تتحمل المسؤولية ابتداء هي الأجهزة الأمنية، باعتبار يعني أنا عندما أقول الأجهزة الأمنية يعني أتكلم بالإجمال، وبالتالي تشمل الجيش والشرطة وكل الأجهزة اللي هي مسؤولة. الكل يعرف أنه هذا المركز يبعد عنه يعني أقل الألف متر جهاز الأمن الوطني، ولاحظت أيضا من خلال بعض الصور أنه حتى المركز الشرطة يعني ليس فيه عدد كاميرات كافي، وإنما تم نقل صورة من زاوية شبه يعني الرؤية فيها معدومة أو قليلة جدا أو ضعيفة جدا. بالتالي جزء من يتحمل المسؤولية هي وزارة الداخلية والشرطة. نعم، ألا يعني من الناحية الإعلامية ألا يتم تحميل وزير الداخلية المسؤولية المطلقة. نحن نتكلم بالمجمل أنه هذه الحالة متكررة، ومن يتحمل الجزء المسؤولية هي وزارة الداخلية. أيضا التأثير السياسي، أيضا بقاء المدان لفترة طويلة كان من المفترض أن يتم ترحيله، أيضا قد المسؤولية تقع على وزارة العدل باعتبارها هي مسؤولة عن السجناء، وهي من تقوم بمتابعة دارة الإصلاح العراقية، هي اللي نعم تقوم بمتابعة لا بد وأن تضخم بسجون أكثر تحصين وأكثر يعني أكثر صعوبة من الاختراق، وبالتالي يتم تأمين هؤلاء المدانين أو السجناء بسجون مركزية ومحصنة، لا يتم وضعهم بفترة طويلة بسجن يعني 5 ستار 5 نجوم. أيضا نلاحظ أنه هنالك هذا بسبب تأثير المال والنفوذ الكبير لدى هذه الشخصية والشخصيات بصورة عامة. يعني لاحظنا أيضا بمسألة يعني نور زهير، ايضا لاحظنا هنالك نوع من انواع يعني حتى بسجنه نوع من انواع الترف، وبالفعل تم كان هنالك اتفاق وتم اطلاق سراحه. والان قضيه نور زهير ايضا قضيه مسكوت عنها، هل يتم متابعته؟ هل يتم لدى الحكومه قدره على ان يتم جلبه مره اخرى ومحاكمته؟ وهكذا نحن امام مشهد متداخل بين النفوذ السياسي والفساد في الأجهزة الأمنية، وبالتالي نوع من أنواع التخادم. ولا أحد ينكر يعني أو لا أحد يستطيع أن يرفع الغطاء عن الجهات المتنفذة خصوصا في هذه الفترة. أنا أعتقد هذه الفترة في غاية الأهمية، لأن هنالك بعض القوى السياسية هي من تبنت هذه الشخصية، ولا أريد أن نذكر الأسماء واضحة،
هي تحاول أن يعني أن تمنع أي حالة من يعني كشف ملفات فساد وهي كثيرة، لأنه هذا بنهاية المطاف يضعف حضوره الانتخابي ويضعف نفوذه في المنطقة، يعني سواء في يعني في 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 العملية السياسية بصورة عامة أو في المناطق التي يتواجدون فيها. طيب. ومن هنا نعتقد أنه مسألة الفصل، يعني أحب أن أعلق على الدكتور زياد، مسألة الفصل أعتقد إحنا يعني العملية السياسية منذ 2003 لا يمكن الفصل بشكل كبير، الأساس المبنية عليه أساس المخاصصة، يتم تبني الكثير من المسؤولين سواء كانوا وزراء أو درجات خاصة لجهات محددة، هي تتبنى وتدافع عن هذه الشخصيات رغم فسادها ورغم يعني الكثير من الملاحظات سواء يعني بسوء الإدارة أو فساد أو شبه مالية أو إدارية، لكن يتم الدفاع عنهم حتى آخر لحظة وحتى آخر نفس، بسبب أنه حتى لا يكون هذا الاتهام ينتقل من هذه الشخصية الفاسدة إلى الجهة أو الحزب الذي أتى به إلى هذا المنصب ويتحول إلى استهداف سياسي. وهذا ما لاحظناه في الفترات السابقة من عدم قدرة البرلمان على عن أي استجواب لأي شخصية سواء كان وزيرا أو بدرجة خاصة، تم تسجيل الكثير من ملاحظات الفساد عليه. نعم. طيب أنا دكتور زياد، يعني نتحدث هنا عن هذه المفردة لما يرشحها أستاذ حسين الكناني يقارنها بظاهرة نور زهير، ويعتبر أنه هذا الموضوع أصبح ظاهرة ومسألة جدا طبيعية، والمسكوت عنه في الرأي العام عندما يظهر للسطح فهذا عبر الصحافة الاستقصائية. هذه القضايا لما مثل الفقاعة تنفجر ومن ثم تخفت وأكل إعلام يظل يبحوش وراها، تأثيرها على الرأي العام شلون راح يكون؟ شكرا، سؤال في غاية الأهمية. طبعا الرأي العام العراقي منقسم إلى يعني طرفين، الطرف الأول هو السياسي والقريب من السياسي، الإعلامي والباحث وغير ذلك، وهم طبعا ما يشكلون الأكثرية ولم يعودوا قادرين على صنع الرأي العام إلا بنسبة معينة. أما الرأي العام الآخر اللي هو رأي الجمهور العراقي فهو يتأثر بهذه الأحداث بالتأكيد، وتأثيره لم يعد كما كان ينظر في السابق إلى يعني إلى الحكومة والقوى السياسية والأجهزة والقوات الأمنية ببكج واحد. الآن لا، بدأت الجمهور يفرزن بأنه هذه عملية جنائية، بأنه هذه فساد سياسي، بأنه هذول القوى السياسية أو بعضهم أو جزء منهم هم ممتهنين للفساد، فبدأ يفرزن بين الإجراء الحكومي، بين القوات الأمنية، القوات المسلحة، بين القوى السياسية، وبالتالي التأثير متباين. لكن أنا أقول لك ما يتأثر به المواطن العراقي اليوم وفي هذه الأيام ليست قضية هروب سعد قنبش، مدان محكوم هرب تجيب الداخلية، وأنا متأكد أنه القوات العراقية الأمنية راح تتمكن أن توصله. أنت تتخيل قوات صار لها 3 سنوات تنفذ عمليات خارج العراق بقدرة ويعني معلوماتية واستخباراتية عالية، وجابت كبار قارة التنظيم وكبار قارة الإرهاب، ما راح توصل لسعد قنبش؟ لا راح توصل، هذا يعني توقعي وقراءتي للمشهد. الجمهور منشغل يراقب البرلمان، يراقب القوى السياسية، ايش نسوي بالموازنة، ايش راح تقير، ايش راح تعضد من السله الغذائيه، ايش راح توفر له من دواء، ايش راح تساعده بمساله القوت اليومي. هو هذا اللي يشغل الجمهور العراقي، من سيقف مع متطلبات الجمهور العراقي في توفير المواد الغذائيه، في توفير الدواء، في توفير الاجهزه والمستلزمات الطبيه في المستشفيات، هذا اللي يراقبه الجمهور العراقي، ومن سيكون مع الجمهور في هذه المطالب ومن سيكون ضده. أما الحديث عن أنه الرأي العام يتأثر كما كان قبل بأنه هذا مسؤول سني وهذا مسؤول شيعي وهذا مسؤول كردي، هذا سرق وهذا يحمون السنة وهذا يحمون الكرد وهذا يحمون الشيعة، ما عادت تنطلي على المواطن العراقي، لأنه بدأ ينظر إلى الفساد بزاوية واحدة، بأن هناك كثير من القوى السياسية والشخصيات فاسدة متهمة بالفساد وتعمل من أجل الفساد. بعيداً عن التوصيفات الطائفية دكتور زياد، ولكن كرصد إعلامي يعني من خلال رصدنا ومتابعتنا للفضائيات، لما يكون مسؤول سني فاسد يعني تحاول الفضائيات تلخيص الفساد بشخصيته، ولكن لما يكون مسؤول شيعي فاسد تلصق هذه التهمة بالمكون كامل، يعني هاي هم قضية. هذا بسبب الـ 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 القنوات وعدم وجود القنوات، يعني القنوات المبدئية صاحبة الفكر أو صاحبة الرؤية المنهجية بعملية بناء المجتمع، قليلة هذه القنوات. هذا هم تأثير انتقائي بالنظريات الاتصالية.
هذه قليله، لذلك تاثر وتحاول ان تمرر عبر بواباتها بانه هذا الفساد خلص. نور زهير كل شيء عفاسدين وياه، احنا نتحدث كسياسيين. نعم. وانه سعد قنبش هذا لا هو باق من الوقف السني، لا لا، نور زهير وراء احد، سعد قنبش اكيد وراء احد، ما ممكن ان يكون الفساد بهذا المستوى لو لم يكن منظوما. طيب. ولذلك يعني لاحظ النزاهه، يعني بدات بعمليات جديده، بدات تستهدف اصغر موظف واكبر موظف بما تستطيع. نعم. ولاحظ الحكومه كيف بدات تشتغل في عمليه متابعه الفساد ومكافحه الفساد، هناك خطوات جديده يجب لا تؤثر عليها هذه العمليه، عمليه الخطوات الجديده دكتور. نعم. لا تؤثر عليها بانه نبقى نعزز ونساند. نعم. الرأي العام للدولة بمحاسبة الفساد، وأن لا تؤثر هذه الأفعال أو هذه الحالات الحوادث على مستوى الثقة بالمؤسسة الرقابية. طيب أستاذ حسين، دكتور زياد تحدث عن تمكن الأجهزة الأمنية وثقة المواطن بها من الإمساك بهؤلاء الفاسدين، ونتحدث عن اعتقال عائلة قنبش في سيطرة كركوك اليوم أثناء سفرها إلى أربيل ودخول مقليم كردستان. هناك مصادر تتحدث عن هروب قنبش إلى أربيل، هذا الأمر رغم أنه ليس بجديد لكن العديد من المطلوبين يتواجدون هناك. حسن دخل الطرف الثالث، حكينا عن السنة والشيعة، دخل الطرف الآخر. طبعا بغض النظر عن التوصيفات كما ذكرت أنت وكما ذكر ذلك، هذا أرض واقع يعني. نعم نعم، بالنسبة للتوصيفات يعني التوصيفات المكوناتية. نعم. شيعة سنة أو أكراد. نعم. ايضا كما ذكرت ايضا هنالك ايضا ازدواجيه واضحه للاعلام، والاعلام هو سلطه رابعه ومؤثره بشكل كبير، وقد يكون الاعلام في العراق يعني بصوره عامه مؤثر بشكل كبير على القرار السياسي وعلى التحركات يعني اجراءات الحكوميه. ابسط دليل عندما يكون هنالك يعني تحريض اعلامي على تعطيل معين، لاحظنا أن التعطيلات الفترة الأخيرة بسبب وجود أمطار، نلاحظ أن الحكومة تخضع لهذه المطالب التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل، وبالتالي تخضع للتأثير الإعلامي ويعني وتحدد يعني تعطل الدوام الرسمي، مع العلم أن الأجواء طبيعية جدا والجو صحو، مع لا يوجد أي مبرر للتعطيل. هذا مثال على أن الحكومة تتأثر بشكل كبير بوسائل الإعلام، وما نشهده أيضا يعني نلاحظ مسألة الفساد، ملف الفساد من أكبر الملفات التي يتأثر بها المواطن، وهي ذريعة للمواطن أنه يتهم الكثير من الشخصيات، وهو محق بشكل كبير أنه الكثير من هذه الطبقات سواء كانوا شيعة أو سنة أو أكراد، لكن نلاحظ هنالك غطاء إعلامي ويستهدف فقط المكون الشيعي ويثور على أنه مكون فاسد لا ليست لديها القدرة على إدارة الدولة، وأن الكثير من أحزابها فاسدين، ويتم غض الطرف عن المكونات الأخرى. الأكراد مثلا، الأكراد يعني أصبحت وما زالت، بدليل أنه المدان ذهب باتجاه إقليم كردستان لأنه يعرف جيدا أنه إذا استطاع الوصول إلى إقليم كردستان سوف يكون بعيد عن يعني بعيد عن القوات الأمنية العراقية، ولا تستطيع أي قوة عسكرية عراقية أن تذهب إلى أربيل وتعتقل هذا المدى، وإنما تقوم بمخاطبات الإدارة في الإقليم وهل تستجيب أو لا تستجيب. والخير دليل أنه الكثير من المطلوبين يذهبون باتجاه إقليم كردستان، وتعتبر ملاذ آمن للكثير من الفاسدين والكثير من المطلوبين قضائيا، إلا بعض الأمثلة القليلة التي استطاعت بها القوات الأمنية نتيجة يعني مطالبات كثيرة ومطولة مع حكومة مع إدارة الإقليم، وتم تسليمهم إلى حكومة بغداد. في نهاية المطاف هذه الفساد مسائل أخرى، الفساد التي تتعلق بالنفط والغاز، المعابر الحدودية، تهريب الدولار، لا أحد يتناول هذه القضايا بوسائل الإعلام العراقية ويؤشر على أن الإقليم هو المنفذ الأساسي لتهريب العملة. هذا فساد، ملف مهم من الملفات الفساد، لكن الإعلام يغض الطرف عنه ولا يتعامل معه بمهنية. أيضا جانب الآخر، يعني أكثر من 68 ألف قطعة في أربي في 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 الأنبار عفوا، ملف فساد كبير جدا، وتورطت فيه الكثير من الشخصيات المتنفذة في الأنبار
لكن لاحظنا هنالك ضعف كبير، وأن هنالك جهات إعلامية وقنوات لا تتعامل مع هذا الملف الكبير بجدية، على الأقل بحجم الفساد التي تم كشفه. أعتقد أنه هذا الملف أكبر بكثير من ملف هروب المدان من سجن من مركز الشرطة في الكرادة، وإنما هذا ملفات الغطاء السياسي المتوفر لهؤلاء الفاسدين، ما زالوا يعملون وبنفس القوة وبنفس يعني لاحظت هنالك تصريح لمحمد الحلبوسي هو يطالب ويحاسب وزير الداخلية لأنه يتهم أنه ضلل سيارته، وشلون أنه أنت طالب برفع التضليل عن السيارات ويجب أن يؤتى به هنا، وأنا كأنما وزير الداخلية ارتكب في جريمة كبيرة لأنه يتنقل بسيارة مضللة، وكل يعرف أنه مسألة التضليل للمسؤولين هذه مسألة بغض النظر عن موقف عنها مسألة جدا طبيعية ولا تستوجب أنه غضب رئيس البرلمان لوزير الداخلية ويهدد أنه لابد أن يأتي ويتم محاسبته ويتم مساءلته عن تضليل السيارة، لأن وزير الداخلية طلب بتفتيش دور نواب. يعني أعتقد أن هنالك معلومة لدى وزير الداخلية أن المدان في أحد بيوت النواب اللي موجودين في المنطقة الخضراء، لكنه لا يستطيع أن يذهب بشكل باعتبار أن هنالك حصانة لهؤلاء النواب، مما دفع بوزير الداخلية بطلب إذن لتفتيش دور في منطقة القادسية أو بعض المناطق التي يعتقد أنها قد تكون آوت لهذا المدان. في نهاية المطاف غطاء سياسي واضح ودفع الجهات ضغط على الجهات والأجهزة الأمنية بعدم التدخل، وإنما تكون القضية مسكوت عنها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين الكناني المحلل السياسي، وشكر كثير لحضرتك الدكتور زياد العرار الباحث في شأن السياسة والاستراتيجية. أثريتم الحوار، بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم سيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة. حياك الله سيادة اللواء، نتحدث عن طبيعة الخطة اللي تنفذها قيادة العمليات في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، شلون توجز لنا إياها؟ حياكم الله ورمضان كريم، وأيضا كل عام وأنتم بألف خير، وأيضا قناة ومشاهدي قناة الأيام بخير. أكيد قيادة العمليات المشتركة من خلال عملها وجهدها ورؤيتها في أن يكون هذا شهر رمضان هو الأفضل على مدار السنين الماضية نجحت في وضع خطة. هذه الخطة تكمن في القيام بعمليات نوعية، تفعيل الجهد الاستخباري، القيام بعمليات تفتيش في كل قواطع العمليات. إحنا الحقيقة كقيادة عمليات مشتركة من خلال توجيه نائب قائد العمليات المشتركة قبل حوالي أسبوع بإقامة دورة أو الحقيقة ندوة تلفزيونية مع كل قيادات العمليات، عن طريق هذه الندوة تم شرح الخطة الخاصة بالعشر الأواخر من شهر رمضان وكذلك امتدادا إلى العيد. هذه الخطة تضمن أنه استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية، القيام بعمليات بمختلف قواطع العمليات، توجيه الجهد الاستخباري والأمني والفني بتفعيله، وكذلك الحقيقة تقديم هذه المعلومات إلى سلاح الجو العراقي ليترجمها إلى ضربات جوية مهمة، القيام بعمليات في أعقد المناطق جغرافية، وهذا ما شهدناه في شمال بغداد الحقيقة يوم أمس عندما انطلقت عمليات تفتيش وبحث في مناطق متفرقة من المشاهدة والباشا الطارمية، المناطق اللي نعتقد بأنه هناك بعض المفارز الإرهابية اللي موجودة. أيضا جهد فني واستخباري
القيام بعمليات عن طريق تفعيل مذكرات القبض في مختلف قواطع العمليات. نجحنا إلى حد هذه اللحظة بأن نمنع العدو من أن يقوم بأي عملية ضد قواتنا الأمنية، ضد مواطنينا. نجحنا في الوصول إلى قيادات العدو عن طريق استهدافه بسلاح الجو العراقي. يوم أمس كان عندنا ضربة مهمة ومميزة في أعقد المناطق اللي هي وادي شاي. هذه المنطقة الحقيقة معقدة جغرافيا، استطعنا من خلال المراقبة الجوية ومن خلال المعلومات اللي قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية أن نصل إلى تلك المنطقة ونوجه سلاح الجو بنوع من الأسلحة. استطعنا أن ندمر هذه المضافة ونقتل 4 من قياديه. هذا العام إلى حد هذه اللحظة سيدي الكريم ألقينا القبض وقتلنا مجموعات كبيرة من الإرهابيين، قصمت ظهر العدو، جردنا العدو من إمكانياته في الإدارة، في المال، في التواجد، ضغطنا على العدو في مناطق متفرقة. قمنا بعمليات نوعية. سيادة اللواء إذا اسمح لي، يعني استمرار الضغط والتعرض للمجامع الإرهابية في أكثر من عملية كما أوضحت حضرتك، يعني هل يمكن القول أنه أفقد العناصر الإجرامية فرصة المباغتة؟ أكيد، والدليل على ذلك أنه لحد الآن العدو مشلول للقيام بأي عملية، قام ببعض العمليات البسيطة ولكن لا ترتقي إلى مستوى التهديد اللي دائما كان يهدد به ودائما كان يعلم من خلال مواقع الإعلامية واللي احنا دائما نتابعها. دائما ما الحقيقة كان يحرك مفارزة، شلينا مفارزة خصوصا في مناطق جنوب غرب نينوى، جنوب غرب كركوك، شمال صلاح الدين، في سلسلة بحيرة حمرين، وكذلك أيضا حتى بحيرة حمرين وجبال حمرين، في المناطق الأخرى اللي هي جنوب غرب الأنبار، جنوب غرب الرطبة، صحراء الأنبار، قيادة عمليات الجزيرة. وصلنا إلى مفارز كانت تحاول أن تعتدي على مواطنينا. وأيضا تطور لدينا الرد الفعل الأمني من خلال مفرزة كانت متواجدة في صحراء الأنبار واعتدت على المزارعين وخطفت بعض من عندهم، والمزارعين بادروا بعملية الاشتباك معهم من خلال الحشد العشائري وقتلوا قسم من عندهم وحرروا المختطفين. هذا يعتبر تطور ويعتبر قفزة نوعية في العمل الأمني والعلاقة الأمنية ما بين المواطن وما بين القوات الأمنية. إذن كل هذه الأمور اجتمعت بأنه شلت العدو ومنعت حركته ومنعت مفارزة اللي كانت تتنقل بحرية. الآن مفارزة مراقبة جويا، الآن مفارزة مراقبة من قبل قواتنا الأمنية، واعتقد ما اثبتناه خلال هذه الايام هو اكبر دليل على ذلك. احسنتم. قواتنا الامنيه يعني موضع احترام وتقدير لانجازاتها المهمه، ولكن يعني اريد اقص بالذكر مشاركه الحشد الشعبي سياده اللواء في هاي العمليه، تعضيد جهد قوات الجيش العراقي، شلون توصفها؟ اكيد الحشد الشعبي هو ظهير مهم وسند مهم الى قواتنا الامنيه، وما يقوم به الحشد الشعبي يوميا من اعتقالات ومن مداهمه لمضافات داعش، وكذلك ما يسيطر الحشد الشعبي على قواطع مهمه تسهم إسهام كبير في إشاعة هذا النوع من الاستقرار وكذلك التعاون. الحشد الشعبي هو أحد أهم الوسائل والحقيقة القوات الأمنية التي تعتبر ركيزة أساسية في إشاعة الاستقرار. انظر على سبيل المثال ما يقوم به الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالة وكيف استقر هذا القاطع خصوصا في أيام شهر رمضان. انظر إلى ما يقوم به الحشد الشعبي في قاطع عمليات صلاح الدين، انظر إلى ما يقوم به الحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار وصحراء الأنبار، أيضا انظر إلى ما يقوم به الحشد الشعبي في قاطع عمليات نينوى. هذه القواطع المهمة اللي إلها دور كبير في إشاعة الأمن والاستقرار. أضف إلى ذلك إحنا عندنا زيارات دينية، عندنا مناسبات دينية، عندنا العيد قادم على الأبواب، عندنا ممارسات سوف نقوم بها من أجل الحقيقة أن نحتوي عدم وصول التنظيمات الإرهابية إلى تلك المناطق. الحشد الشعبي له دور كبير في الانتشار في الجهد الاستخباري. وكالات الحشد الشعبي وما تمتلكه من إمكانيات واستخبارات عالية أيضا أسهم إسهام كبير في عملها مع القوات الأمنية. هذه القيادة والسيطرة ووحدة القيادة والسيطرة والعمل والتعاون والبناء المشترك والتبادل المعلومات هو نجاح عملنا كقوات أمنية، وهو الذي أسهم في إشاعة الأمن والاستقرار. نعم. وقسم ظهر العدو. يعني الحشد الشعبي له دور كبير. نعم. ومهم ومميز في العمل مع قواتنا الأمنية. نعم. حضرتك ذكرت مناسبة العيد مناسبة ومهمة سيادة اللواء، ولا أريد أخرج عن الموضوع، ولكن
بإجراء كان لاقى استحسان المنظمات المحلية المنظمات الدولية ما حدث في العيد الماضي عندما كان هنالك لضابطات ومنتسبات وزارة الداخلية عندما كان لهم دور كبير في الانتشار في شوارع بغداد قرب الأسواق والمولات والمجمعات كان ارتياح شديد من قبل المواطن لوجود العنصر النسوي يعني تشهد هاي الخطة السنوية هاي السنة أيضا هالشكل؟ هذه السنة أيضا قيادة العمليات المشتركة من خلال التوجيهات اللي أعطيت لقواتنا الأمنية وبالذات قيادة عمليات بغداد أيضا راح يكون هناك انتشار كبير لقطاعاتنا الأمنية والجهد الاستخباري بالزي المدني راح نراقب وراح نكون متواجدين في المولات في الأسواق في التجمعات في الشوارع راح نكون أيضا متواجدين في كل مكان نعتقد بأنه مهم جدا ويؤمن الأمن والأمان المنتزهات أماكن تواجد المواطنين المطاعم الكثيرة اللي نعتقد بأنه تتواجد فيها عدد كبير من المواطنين راح ننطي انسيابية في المرور وفي حركة المرور أيضا راح يكون عندنا جهد مراقبة وجهد فني واستطلاع جوي راح تكون لدينا عمليات استباقية أجريناها ونجريها الآن وفي المستقبل مع التزامن مع العيد وكذلك المناسبات التي تحدث حتى بعد العيد هذا يعتبر من ضمن إمكانياتنا وخططنا انتشار واسع ومهم تفتيش ودقيق ومراقبة سواء بالكاميرات بالطائرات بكل شيء نمتلكه عازمون ومصرون أن نكون على يقظة وحذر لأن يكون هذا العيد هو عيد مهم وسعيد وانظر إلى المواطنين الآن اللي الحقيقة متواجدين إلى ساعات حتى الصباح بالضبط في أماكن متفرقة وفي كثافة سكانية عالية وهذا يدل بالتأكيد أستاذ أحمد هذا يدل على أنه قواتنا الأمنية رد فعلها سريع إمكانياتها وقدراتها عالية جدا وتتعامل مع أي أزمة بمهنية عالية سواء في داخل المدن أو حتى خارج مدينة بغداد أكيد. وهنا نسأل عن هذه العملية خارج مدينة بغداد يعني شون تسير وفق ما مرسوم لها خاصة مع الطبيعة الجغرافية المعقدة سيادة اللواء اللي تتمتع بها هذه المناطق فضلا عن تداخل حدودها مع محافظات مجاورة يعني هذه العملية اللي هي عملية بحث وتفتيش ومطاردة اللي قامت بها قيادة عمليات بغداد في مناطق مثل ما ذكرت أنت متآخمة مع حدود قيادة عمليات ديالة مع حدود قيادة عمليات سامراء وحتى مع حدود قيادة عمليات الأنبار هذه العملية مهمة جدا المعلومات الاستخبارية والأمنية توفرت لدينا بأن هناك بعض المفارز تتنقل في تلك المناطق اللي أشرنا إليها وهذا التنقل يشكل خطورة ويحاولون أن يقومون ببعض العمليات العدائية أو الاعتدائية من خلال سواء العشر الأواخر أو بداية العيد وحتى نهايته لذلك كان من الضروري جدا أن تشترك في هذه العملية قوات نخبة مهمة ومميزة وكذلك سلاح الجو الذي يراقب ويطارد ويتدخل فوريا في حالة حدوث أي يعني الحقيقة حالة لا سامح الله واستطاعت القوات الخاصة العراقية لواء 23 قيادة عمليات بغداد الفرقة السادسة من أن تقوم بهذه العملية واللي هي مستمرة إلى أن تحقق أهدافها والحقيقة تطارد وتدمر نقدر نحكي عن هاي الأهداف سيادة اللواء لما نتحدث عن هذه الكثافة الزراعية محدودة الطرق اللي تشق هاي المناطق وتعامل هذه الأجهزة الأمنية مراقبة جوية كاميرات حرارية هنا لابد أن أكون نتائج ملموسة تستحسن من خلال هاي العمليات العسكرية سواء في القبض على الإرهابيين أو تدمير المضافات أحسنت يعني الأهداف المهمة اللي تتنقل في هذه المناطق استثمرت وجود التعقيد الجغرافي اللي موجود في تلك المنطقة واللي تعتقد بأنه هذه الأهداف ممكن أن تسهل حركتها وتتنقل بحرية ولكن وجود قواتنا الأمنية وانتشارنا وفرض الأطواق الأمنية والمراقبة المستمرة والتحليل المستمر من قبل سواء أجهزتنا الأمنية أو الاستخبارية أو تعاون المواطن يعني إحنا في هذه العملية عولنا على المواطن بأن يتعامل مع القوات الأمنية وفعلا كان هناك تعاون كبير من قبل المواطن مع القوات الأمنية العمل الكبير اللي قامت به أجهزتنا الأمنية والاستخبارية نتيجة للمعلومات الدقيقة اللي وصلتنا أسهمت في إجهاز الحقيقة على مضافات كانت معدة للقيام ببعض الاعتداءات أيضا وصلنا إلى مناطق كانت الحقيقة الكثافة الزراعية عالية جدا تمنع وتحجب الرؤية عن قواتنا الأمنية وهذا ما مكننا من أن الحقيقة نزيل هذه الأعشاب اللي هي القصب والبردي خصوصا في مناطق
متروكة أساسا، وأيضا وصلت قواتنا الأمنية وعادة انتشارها وتوزيع القطعات الأمنية بما يتلائم بمنع أي اعتداء باتجاه مواطنينا أو باتجاه قواتنا الأمنية. العنصر الذي يجب أن نشير إليه أنه بيان قيادة العمليات اللي أصدرتها واللي تحرص فيه على مشاركة المواطن في هاي العمليات من خلال الإبلاغ عن المعلومة. كيف وجد هذا البيان صداه لدى المواطنين وخصوصا من هذه المناطق المعنية؟ ارتياح كبير أستاذ أحمد، ارتياح كبير خصوصا من المواطنين. نحن التقينا بالمواطنين وذهبنا يوم أمس نائب قائد العمليات المشتركة قائد عمليات بغداد، أنا كنا متواجدين مع القوات الأمنية وذهبنا إلى مناطق كانت المفارز تتحرك بها، كانت أي بما معناه في الماضي، الآن هذه المفارز اختفت، هناك متابعة ملاحقة لهم، مضافات تم الحقيقة الوصول إليها، تم الحصول على معدات وإمكانيات كانت تحاول الأجهزة الحقيقة الإرهاب، ومن خلال أجهزتنا الأمنية والاستخبارية حصلنا عليها وحصلنا على معلومات مهمة. هذا يعتبر تعاون كبير، لأن المواطن هو جزء من المنظومة الأمنية، والمواطن ساعد قواتنا الأمنية بالوصول إلى هذه المضافات، بالوصول إلى تلك المعلومات. لذلك الارتياح الكبير ولقائنا بالمواطنين، تعبير المواطن عن ارتياحه الكبير والحصول على الراحة بوجود هذه القوات الأمنية بجانبه، الغاية من عندها هو مساندته، أعطى رسالة واضحة للإرهاب بأنه لا وجود لكم هنا، أينما تكونون سوف تكونون أهداف معرضة إلى قواتنا الأمنية وسوف نقتالكم أو الوصول إليكم بأسرع وقت ممكن. وهذا الحقيقة ولد ارتياح كبير لدى المواطن. أشكرك شكرا جزيلا سيد اللواء الطيار تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، أثريت الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، لقاؤنا في الغد بمشيئة تعالى، في أمان الله.